تعددت الأمم وافترقت بعد أنبيائها، فكانت الوسط أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانت هذه الأمة التي هي آخر الأمم زمانا أول الأمم فضلا وأكثر الأمم ثوابا وأكثر أهل الجنة عددا. وافترقت أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما أخبر صلى الله عليه وسلم في قوله: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فافترقت الأمة افتراقا كثيرا، وكان الوسط مع المتمسكين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الوسط منوطا ومربوطا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فالمتمسكون بسنة محمد صلى الله عليه وسلم هم الوسط، وهم الناجون من سوء الحال في الدنيا والدين والآخرة، وهم الطائفة المنصورة الباقية التي لا يضرها من خالفها ولا من ناوأها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 72 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. رواه أبو داود وصححه الألباني. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، فواحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة، ف71 في النار و1 في الجنة، والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، 1 في الجنة و72 في النار. قيل: يا رسول الله، من هم؟ أي الفرقة التي تنجو من النار. قال: هم الجماعة. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وعن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل، حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من يأتي أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. رواه الترمذي وحسنه الألباني. فتحصل من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أخبر أن أمته ستفترق فرقا كثيرة، أكثرها أهل انحراف عن الجادة يستحقون بانحرافهم دخول النار إلا واحدة تنجو من هذا الانحراف ومن سوء
الحال، وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها من كان على مثل ما كان عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فمن تمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم أصل السلف الصالح، واعتصم بالجماعة، كان من أهل الفرقة الناجية والطائفة المنصورة في أي زمان كان وفي أي مكان كان. هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم متأخرة في زمانها، سابقة في فضلها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. متفق عليه. وعند مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون، أي في الدنيا، الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يستفتح باب الجنة فيدخل وتدخل معه أمته صلى الله عليه وسلم. وعند مسلم أيضا: نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق. وهذه الأمة أكثر الأمم ثوابا، مع أنها أقصر الأمم أعمارا. فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط؟ فعملت اليهود. ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط؟ فعملت النصارى. ثم قال: من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين فأنتم هم، يعني الأخير. فغضبت اليهود والنصارى فقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء. فقال صلى الله عليه وسلم: قال: هل نقصتكم من حقكم؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. رواه البخاري. وهذه الأمة الوسط هي أكثر أهل الجنة. فعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده إني أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. قال: فكبرنا. فقال: أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. قال: فكبرنا. قال: فأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. رواه البخاري في الصحيح. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة نحوا من 40 رجلا، فقال: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قال: قلنا نعم. فقال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قال: قلنا نعم. قال: والذي نفسي بيده إني لأرجو
أن تكون نصف أهل الجنة، متفق عليه. هذه الأمة المرحومة هي أمة الوسط، هي أوسط الأمم وخير الأمم. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وجاء عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، أنتم تتمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. رواه الترمذي وقال حديث حسن وحسنه الألباني. هذه الأمة أمة وسط بين الأمم، خيار عدول أكرم الأمم. قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم المقصود بالوسط في الآية، فعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء نوح وأمته فيقول الله تعالى: هل بلغت؟ أي لنوح عليه السلام. فيقول: نعم أي ربي. فيقول لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: لا، ما جاءنا من نبي. فيقول لنوح عليه السلام: من يشهد لك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. فنشهد أنه قد بلغ، وهو قوله جل ذكره: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. قال صلى الله عليه وسلم: والوسط العدل. رواه البخاري في الصحيح. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن وسطية هذه الأمة: قد خص الله تبارك وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بخصائص ميزه الله بها على جميع الأنبياء والمرسلين، وجعل له شرعة ومنهاجا أفضل شرعة وأكمل منهاج مبين، كما جعل أمته خير أمة أخرجت للناس، فهم يوفون 70 أمة هم خيرها وأكرمها على الله من جميع الأجناس، هداهم الله بكتابه ورسوله لما اختلفوا فيه من الحق قبلهم وجعلهم وسطا عدلا خيارا. فهم وسط في توحيد الله وأسمائه وصفاته، وفي الإيمان برسله وكتبه وشرائع دينه من الأمر والنهي والحلال والحرام. فأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر وأحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث. لم يحرم عليهم شيئا من الطيبات كما حرم على اليهود، ولم يحل لهم شيئا من الخبائث كما استحلتها النصارى، ولم يضيق عليهم في باب الطهارة والنجاسة كما ضيق على اليهود، ولم يرفع عنهم طهارة الحدث والخبث كما رفعته النصارى، فلا يجيبون الطهارة من الجنابة ولا الوضوء للصلاة ولا اجتناب النجاسة في الصلاة، بل يعد كثير من عبادهم مباشرة النجاسات من أنواع القرب والطاعات. قال: حتى يقال في فضائل الراهب: له 40 سنة ما مس الماء. ولهذا تركوا الختان
مع أنه شرع إبراهيم الخليل عليه السلام وأتباعه، واليهود إذا حاضت المرأة عندهم لا يآكلونها ولا يشاربونها ولا يقعدون معها في بيت واحد، والنصارى لا يحرمون وطأ الحائض، وكان اليهود لا يرون إزالة النجاسة، بل إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه بالمقراض، والنصارى ليس عندهم شيء نجس يحرم أكله أو تحرم الصلاة معه. قال: وكذلك المسلمون وسط في الشريعة، فلم يجحدوا شرعة الناسخ لأجل شرعة المنسوخ كما فعلت اليهود، ولا غيروا شيئا من شرعه المحكم، ولا ابتدعوا شرعا لم يأذن به الله كما فعلت النصارى، ولا غلوا في الأنبياء والصالحين كغلو النصارى، ولا بخسوهم حقوقهم كفعل اليهود، ولا جعلوا الخالق سبحانه متصفا بخصائص المخلوق ونقائصه ومعايبه من الفقر والبخل والعجز كفعل اليهود، ولا المخلوق متصفا بخصائص الخالق سبحانه التي ليس كمثله فيها شيء كفعل النصارى، ولم يستكبروا عن عبادته كما فعل اليهود، ولا أشركوا بعبادته أحدا كما فعل النصارى، إلى آخر كلامه المتين النافع رحمه الله. ويجب على طلاب العلم أن يراجعوا كلام السلف في معنى الوسط والوسطية في هذا الزمان الذي كثر الكلام فيه عن الوسطية على غير المعنى الصحيح، فينبغي على طلاب العلم أن يجلوا المعاني الصحيحة وأن يبينوها للناس حتى لا تضيع المفاهيم في سراديب ظلام العقول المجردة عن النصوص وعن فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم. إذن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وسط بين الأمم، وأهل السنة والجماعة هم أهل الوسط في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهم أهل الوسط بين الفرق في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وحققوا الوسط المحمود بكل معانيه. انتبهوا، الوسط المحمود الذي مدحه الله عز وجل له معان، أهل السنة حققوا كل تلك المعاني. المعنى الأول من الوسطية المحمودة الأخذ بالكتاب والسنة، وهذه الوسطية الحقة والميزان العدل، فكل ما وافق الكتاب والسنة فهو وسط محمود، وكيف لا يكون كذلك والكتاب والسنة وحي من الله. الكتاب كلام الله، والسنة وحي من الله تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ما خالف الكتاب والسنة فهو انحراف. وإن توهم المتوهمون أنه توسط، فليس الوسط أن تكون دائما بين طرفين، طرف لين وطرف قاس، بل التوسط أن تتمسك بالحق، والحق ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو ميزان الوسطية. فمن جاءك بشيء يخالف كتاب الله أو يخالف سنة رسول الله
صلى الله عليه وسلم فاعلم واجزم أنه منحرف عن الوسطية وأنه مخالف للوسطية. وهذا المعنى حققه أهل السنة والجماعة في أمورهم عموما وفي عقيدتهم خصوصا. والثاني المعنى الثاني للوسطية موافقة ما عليه سلف الأمة ورأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الوسط هم العدول الخيار. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عدول خيار، وقد بين الله عز وجل أن الاستقامة والوسطية في اتباع سبيلهم، وأن مشاقتهم انحراف عن ذلك. قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والمعنى من يشاقق الرسول أي يخالف النبي صلى الله عليه وسلم، كأن النبي صلى الله عليه وسلم في شق وهو يذهب في شق آخر، من بعد ما اتضح الطريق واتضحت معالمه، ويتبع غير سبيل المؤمنين، فجعل الله عز وجل اتباع غير سبيل المؤمنين موازنا لمشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم. فكما أن مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم محرمة وانحراف عن الوسط، فإن اتباع غير سبيل المؤمنين محرم وانحراف عن الوسط، ومن انحرف عن ذلك نوله ما تولى، أي يسلك السبل والطرق المفرقة ويتيه في طرق الفرقة والغواية ويكون في عذاب الفرقة. ولا شك كما قلنا أن رأس المؤمنين هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمؤمنون في زمن نزول الآية هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يتبع غير سبيل الصحابة رضوان الله عليهم قد تنكب الصراط المستقيم وخالف الوسطية وسار في السبل المفرقة، وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم رأس أهل السنة والجماعة وأول أهل السنة والجماعة وهم علامة أهل السنة والجماعة، فمن بعدهم يقاس بهم. إذا أردت أن تعرف هل الرجل من أهل السنة والجماعة فقسه بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لزم ما هم عليه فهو من أهل السنة والجماعة. إذن أهل السنة والجماعة حققوا الوسطية بهذا المعنى، وهو لزوم ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعنى الثالث للوسطية الحقة المحمودة العمل بالجمع ولزوم الجماعة، العمل بجمع الأدلة ولزوم الجماعة الشرعية. وأهل السنة والجماعة يعتبرون كل دليل ولا يردون دليلا، لا يقولون هذا خبر أحد ما نقبله في العقيدة، يعتبرون كل الأدلة ويجمعون بين الأدلة.
فهم ليسوا أهل انتقاء، يأخذون ما يوافق الهوى ويدفعون ما يخالف الهوى، وهم ليسوا أهل ضرب يضربون الأدلة ببعضها، وإنما يعتبرون الأدلة كلها ويجمعون بين الأدلة ويعتصمون بالجماعة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مشيرا إلى ما تقدم من المعاني التي ذكرتها عن أهل السنة والجماعة، وكذلك في سائر أبواب السنة هم وسط، وكذلك في سائر أبواب السنة هم وسط، لأنهم متمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. هذه وسطيتهم، أنهم متمسكون بالكتاب والسنة وبما أجمع عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اتبعهم بإحسان. المعنى الرابع للوسطية المحمودة الوسط بين طرفين، طرف إفراط وطرف تفريط، وطرف غلو وطرف جفاء. وهذا المعنى يا إخوة انتبهوا لهذه القضية، هذا المعنى نتيجة لما تقدم من المعاني، ليس غاية وإنما هو نتيجة وثمرة لما تقدم من المعاني وسمة من سمات أهل السنة والجماعة، ولا يقصد وإنما يحصد. لا يتقصد الإنسان أن يكون بين طرفين دائما، ولكنه إذا تمسك بالكتاب والسنة وما كان عليه السلف وجمع بين الأدلة ولزم الجماعة الشرعية وجد نفسه وسطا بين طرفين، فهو لا يقصد وإنما يحصد. وهذا ينبغي أن يعلمه الناس، لأن الناس اليوم يفهم كثير منهم الوسطية أنك إذا وجدت الناس اختلفوا على قولين أن تتوسط بينهم وتقف في الوسط. هذا ليس الوسطية المقصودة، ولكن من تمسك بالكتاب والسنة وما أجمع عليه السلف وما كان عليه السلف ولزم الجماعة وجمع بين الأدلة سيجد نفسه ضرورة وسطا بين طرفين. فهذه الجملة احفظوها وافهموها واشرحوها، الوسطية بمعنى الوسط بين طرفين لا تقصد وإنما تحصد. وهذا المعنى ليس ميزانا للوسطية، وإن ميزان الوسطية ما تقدم. قال ابن جرير رحمه الله عن الآية وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وأنا أرى أن الوسط في هذا الموضع هو الوسط الذي بمعنى الجزء الذي هو بين طرفين، مثل وسط الدار. وأرى أن الله تعالى ذكره إنما وصفهم بأنهم وسط، يعني الصحابة رضوان الله عليهم ثم بقية الأمة، لتوسطهم في الدين، فما جاء عنهم هو الوسط. قال فلا هم أهل غلو فيه، غلو النصارى الذين غلوا بالترهب وقيلهم في عيسى ما قالوا فيه، ولا هم أهل تقصير فيه تقصير اليهود
الذين بدلوا كتاب الله وقتلوا أنبياءهم وكذبوا على ربهم وكفروا به، ولكنهم أهل توسط واعتدال فيه، فوصفهم الله بذلك إذ كان أحب الأمور إلى الله أوسطها. وقد أبرز شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله هذه الحقيقة المشرقة في عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي وسطيتهم في العقيدة في خمسة أمور على سبيل التمثيل للحصر، فإن وسطيتهم ظاهرة متحققة في كل شيء، لكنه في هذا الكتاب الذي بين أيدينا الذي نحى فيه منح التمثيل لبيان المقاصد التي ذكرناها مثل بخمسة أمور كان أهل السنة والجماعة فيها نتيجة تمسكهم بالكتاب والسنة وما أجمع عليه السلف والجمع بين الأدلة ولزوم الجماعة وسطا فيها.